Above 18, Skills Challenge. Khaled Jamal. Khaled Jamal. Please, the events, can you look at me? إذن مع المشترك الأول بفئة الأبوف 18 خالد الجمل يلي عم يطلق بالتشالنج تبعه له بيروح باتجاه رونيك باسينج سيركل يلي من أول أتنمت عم بيقدر يتخطاها بيروح سريعا باتجاه الباي أوي اللي بيلعب بيقدر يسجل من خلالها خطى مرحلة الكونز بنجاح بيروح من بعدها باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت هون بحال سجل بيحسم ثانيتين من وقته هيدا الشيء اللي عم يعمله لاين شوت لكن الأوفر دربل بخسر كثير وقت بياخذ تسديد مع الوضع الثلاثية عم يضيع المحاولة اللي كان عم يتابع من تحت السلة يقدر يسجل وهذا الشيء هلا عم يعمله وقته هلا 33.15 ثانية سجل نقطتين بصير رصيده 31.15 ثانية سعيد دكمش سعيد هو المشترك الثاني بهيدي الفئة سعيد عم يطلق بالتشالنج تبعوله ليروح باتجاه رانك باسينج سيركل يلي عم يتخطاها بنجاح بنطلق من بعدها باتجاه الكونز بروح باتجاه الكاستانيا 2 بوينت شوت بضيع المحاولة تابع من تحت السلة يقدر يسجل وهذا الشيء اللي عم يعمله بنطلق من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت بضيع المحاولة لكن بتابع من تحت السلة يقدر يسجل وهذا الشيء اللي عم يعمله هي وقته ب 33.77 ثانية كريم ماستو ثلاثة وثلاثين إذن كريم عم ينطلق بتشالنج تبعوله ليروح باتجاه رانك باسينج سيركل يلي بتخطيها من الأول أتمت ينطلق من بعدها باتجاه الباي واللي ياب ياخذ تسديد معوض الثلاثي الكسارة تكون شوط عفوا عم بيقدر يسجلها طلع بنطلق من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت ضيع المحاولة تابع تحت السلة يقدر يسجل ينهي وقته ب 36.30 ثانية سجل نقطتين بصير رصيده 34.30 ثانية المشترك من قبل الأخير محمد زريقة محمد زريقة فأذن هو المشترك من قبل الأخير بهذه الفئة طلب باتجاه الرانك باسينج سيركل اللي عم يتخطيها من الأتمت الأول بيروح باتجاه البايو أويل ياب بياخذ تسديد كاستانيا 2 بوينت شوت بضيع المحاولة طلع من بعدها باتجاه المعوض 3 بوينت شوت لينهي وقته ب 38.28 ثانية المشترك الأخير أحمد أيوبي أحمد أيوبي هو المشترك الأخير بهذه الفئة يلي عم يطلب هالأثنية خطى مرحلة أو ما بيتخطى مرحلة رانك باسينج سيركل من أول أتمت بيتخطى من الثانية محمد قدر يسجل البايو اوي لي اب من اول اتمت بليز الكل يا لاعبات هون اعملوا معروف الكل يحط الكمامه بليز ما حدا يقعد بلا كمامه طلع باتجاه المعوض 3 بوينت شوت بضيع المحاوله ما حدا قدر يسجل تسديد معوض تمام تحت صلي لابس رام كوبي براينت نمبر 24 37.53 ثانية وبالتالي المركز الأول بهذه الفئة بيروح لا مصلحة خالد الجمل ب 31.15 ثانية والمركز الثاني لسعيد دكناش ب 33.77 ثانية